لو عايز تتصالح مع نفسك صحيح، يبقى لازم الفقير اللي جواك يتصالح مع الغني اللي جواك برضو. أصعب مقال في حياتي. برضو لسه في فرصة أخيرة. لطفي طول عمره مجنون. انقذي نفسك قبل القنبلة ما تنفجر وما تلحقيهاش. خسرت 1,000,000 جنيه. أنت رديت اعتبار والدي ورديت اعتبار بنته كمان. مش عايزه يتعور ولا يحصل له أي حاجة، أنا عايزه حي. بقى أنا اللي بعالج مشاكل الناس، مش عارفة أعالج مشكلتي. تقدري تقولي لجوزك إنه أخوكي؟ سيبني رايح فين يا بجد دي؟ أنا مهزوق حبيبك. حضرتك مطلوب على وجه السرعة. يعني اعتبروك شاهد في القضية. أنا خايفة أوي من مشوار اسكندرية ده. لو الحالة دي ملهاش علاج قولي لي على طول. فتحي، أنت سرقته ولا قتلت؟ ممكن أعرف حضرتك بتسألي عليه بأي صفة؟ أنا مش عاوزاك تسامحني إلا لما أسامح نفسي. ده الذهب والمجوهرات اللي بابا كان جايبه لمراته ماجي. أنا قلت كده برضه. طبعًا. مش معقول الحدايه ترمي كتاكيت وكمان جايلي العياده. مش خايف ان حد منهم يكون هنا ويشوفك بالصدفه؟ انا ما قعدتش بخاف، انت اللي خايفه. خايفه احسن حد منهم يجي ويعرف ان اخوكي. ما بقاش في حاجه تاخدها؟ لطفي هاشم اعترف. وده مضايقك؟ اه
اكيد مضايقك كده. المبلغ اللي انت طالبه هينقص؟ لا، المبلغ اللي انا حددته هاخده كامل. تقسميه بقى على الثلاثة الباقيين وحضرتك تدفعيه انت لوحدك، دي حاجة انا ماليش علاقة بيها. انا خايف عليك انت يا شاهناز، خايف احسن تاخدهم الشجاعة اللي جات لاخونا لطفي، ساعتها هتتحملي المبلغ اللي انا طلبته كله. بتكرهني يا خالد؟ تسألي نفسك. بلاش طريقة التهديد دي، تعال نتكلم بهدوء. يا خالد انا ما احبش ان اخويا يبقى حرامي. انا مش حرامي، انا كل اللي بطلبه ده حقي. بالطريقة دي انا عارفة انك اتظلمت، بس كده انت هتبقى ظالم ومجرم كمان. إذا كان ما يشرفكيش إن يبقى ليكي أخ حرامي بتتبري منه، فأنا أؤكد لك إن قبل ما أكون حرامي وقبل ما أكون مجرم كنت برضو بتتبروا مني. شاهناز اديني حقي وأوعدك إنك مش هتشوفي وشي بعد كده تاني أبدا. يا خالد مش فاهماك. مش انت كنت عاوز تأمني مستقبلك؟ كنت بتلح عليا في مسألة زي كده؟ ايوه. ايه اللغز في كده بقى؟ انا شخصيا يا سارة اقتنعت بوجهة نظرك وحديك مبلغ محترم تأمني بيه مستقبلك. لا انت بتحذر بجد يا شيري، عايز تديني فلوس؟ بس انت كنت رافض، ليه وافقت دلوقت؟ اكيد في سر. فعلا. ايه هو السر؟ ان احنا الاثنين ما ننفعش لبعض، اتجوزنا غلط. انا بالنسبه لك مشروع مربح وانت بالنسبه لي مجرد نزوه. بتقول ايه؟ عشان كده لازم نسيب بعض ويكون بينا اتفاق، معاهده. هديك المبلغ اللي انت عاوزاه بس تنسيني نهائيا. حنيت لمراتك القديمه، بس انا ما اقدرش استغنى عنك. لو كان ده صحيح ما كنتش كل ما اكلمك كلمه تروح تغضبي عند الست والدتك ولازم اصالحك بفلوس او ذهب او المظات. لو كنت فعلا يا هاني ما تقدريش تستغنى عني ما كنتش اشحت منك كلمه رضا تقوليها لي بعد ما تسحبي مني الاتاوه كل شويه وكانه حصان بتكفيه بحته سكر عشان يرجع يجري في السبق من جديد على امل انك تديله حته سكر تانيه. انا استحملت منك الاهانه كتير ومعرفش ليه كنت بسكت. وليه نطقت دلوقت؟ لان مش عاوز اكون جبان اكتر من كده. ثم انت ما تنفعيش زوجه، انا كان يكفيني اتعرف عليك في اي بار حقير في اي مكان حقير في امريكا. وانت عمرك ما كنت الراجل اللي انا بحلم بيه، انت سلبي وضعيف ومهزوز. وانت كنت بالنسبه لي مجرد نزوه. انت فعلا ما يقبلش بيك غير واحده عيانه زي سلمى مراتك. لا، لحد هنا وتقفي وتحترمي نفسك. سلمى سويلم هي صاحبه المكان ده، المكان اللي اكلت انا وانت الشهد، ولا كنت بانية طموحاتك واحلامك على ثروتها هي مش من جيبك؟ واوعي تنسي، اوعي تنسي ان سلمى دي مراتي وهتفضل مراتي وللابد. دلوقتي نتفق. عاوزة كام؟ انت جيت يا شريف؟ ايوه انا معاك اهو. خارج تاني؟ لا، حفضل هنا. اخيرا اخيرا نويت تبات معايا يوم.
وكل يوم. صحيح صحيح يا شريف، ولع النور. معقولة؟ جودي جودي بره البيت كان مجرد استثناء، لما انا هبقى موجود فيها على طول زي زمان. زي زمان. بحبك قوي. سلمى سلمى تعبانة. نويت ارجع تاني زمان. حلو قوي المنظر من هنا. سنين طويلة ما شفتش مصر، وأول ما رجلايا جابتني لحدها حبيت أشوفها. مامتك حرمتني من الفرصة دي، كأن العمر الطويل اللي قضيته برا بلدي ما كانش كفاية. الغربة ودولة فريد كانوا ضدي. تعرف يا أمجد، لو أنت كنت رجعت من 12 سنة كان كل واحد خد حقه وكل واحد خد نصيبه، ما كانتش حصلت المشكلة دي خالص. بس أنت قلت لي أنك عاوز تاخد نصيبك وترجع بلجيكا تاني، يعني مصر مش وحشاك؟ كنت بكذب عليكي عشان أحسسك أني مش هسبب لك أي إزعاج أو مشاكل بعد ما تديني نصيبي من الميراث. ولو كان صبر القاتل على المقتول ما كانش حصل اللي حصل. انا كنت جاي وعايزه اتصالح مع كل الناس والحياه، لكن ملامحك اللي كانت بتنطق بكرهك ليا صحت العداوه القديمه، ولقيت نفسي داخل معاكي في معركه رغم ان جوايا كنت ممكن اخد كل اللي انت هتديهولي مهما كان. طيب ممكن بقى تاخد الدواء علشان الدكتور مرسي موصي عليه قوي قوي وموصي على مواعيده. ماشي بالشفا ان شاء الله. ها شكلكوا جعان، اعمل لكم سندوتشات. المرحوم بابانا اخيرا اتعلقت على جدران بيتنا. ليه؟ هو كان ممنوع؟ ماما سمحت لي اعلق الصوره دي رغم انها تعمدت انها ما تحتفظش باي صوره لبابا، يعني كانت بتقول ان هو ده الراجل اللي ضيع احلامها وعطل مشوارها. لكن اهو ده اعتراف صريح منها انها كانت غلطانه. وانت كمان وجودك هنا دلوقتي اعتراف صريح من ماما انها عايزة تصلح الغلط ده. انت عارف انا جايلك ليه النهاردة يا حاج؟ وانا صحيح بشم على ظهري ايدي، بس بشم الروايح والعطور
مش بشم اللي في قلوب الناس وعقولها. انا عارفه يا حاج ان الاعتذار عن الماضي مش هيصححه، لكن يمكن يصحح المستقبل. الله، ده انت بقيتي ست فيلسوفه وانا راجل على قد حالي. انت راجل على طبيعتك، ودي في حد ذاتها فلسفه، وفلسفتك غلبت فلسفتي. ما تتصورش قد ايه يا حاج انا بحس بالراحه والامان في المكان ده. مجيتك النهارده دي وراها حاجه؟ ايوه، انا جايه استاذنك في جوازي. جوازك؟ اللي يسمع كده يقول ان انا من حقي امنعك. ومن حقك برضو انك توافق، وخصوصا ان انا قررت خلاص اتخلص من الاوهام والاحلام الكوابيس اللي كانت بتعذبني. انا قررت ان انا خلاص ابقى زوجه زي ما كان بيتمناها اخوك الله يرحمه. الله، انت جاي تستاذنيني في جوازك وانت مش مضطره؟ لانك من غير ما تدرى كنت دايما ضميري اللي بيعذبني، كنت دايما ورايا بالكرباج. انا عاوزه اشيل الكرباج ده من ايدك. عاوزك تقولي كلمه حلوه، تطبطب عليا، تحسسني ان انا انسانه وليا كيان. Thank you.
رفعت. رفعت حافظ عمره ما كان حرامي. انت رفعت حافظ. رفعت أنا مراتك يا رفعت. Thank you.
اطمني. الشخصية التانية انتهت خلاص. دكتورة شاهيناز، أنا مش عارفة أقولك إيه. ما تقوليش حاجة، ده شغل. طب يلا نروح نجيب شنطة المجوهرات بتاعتك. ان انت تجيبي المجوهرات بتاعتك فكره هايله، لانه اكيد كان هيعرف المجوهرات بتاعتي. المهم دلوقتي يا مدام سوريا ان الحاجات المسروقه ترجع لاصحابها، سواء كانت فلوس او مجوهرات. انا نفسي والله، بس ازاي يا دكتوره؟ يعني رفعت يروح يقول لهم ان انا سرقت؟ ليه حل. ايه مش ناوي تقولي لي اتفضل؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي اثبت لك اني لما وعدتك وقلت لك ان انا جاي اتقدم لك ما كانش مجرد كلام. عايز اقول لك ان انا ما كنتش بضحك عليكي. خالد الحكايه دي ما تجيش كده، الموضوع محتاج تمهيد. تمهيد لايه؟ نمهد ليه ولمين؟ الراجل اللي بتحبيه وبيحبك جاي يتقدم لك، ولا انت كمان عايزه تتبري مني زي غيرك؟ خالد انا ما بقتش فهمك. انا حنان انا جاي اطلبك من خالتك لاني محتاجك جنبي، محتاجك بجد والله محتاجك. عايز اقولك ان الناس بقت بتتعامل معايا على اني وباء، حتى اقرب الناس ليا. لو انت خايفه احسن يصيبك الوباء ده فقوليلي، وساعتها اوعدك اني هختفي من حياتك، مش هتشوفيني تاني ابدا. خالد حنان، مين اللي على الباب يا حنان؟ انا خالد الجندي، انا جاي عايز حضرتك في موضوع. اتفضل حضرتك. اتفضل. اهلا وسهلا، بيتك ومطرح. اتفضل اتفضل. تشرب ايه حضرتك بقى، قهوه ولا شاي؟ مش مهم حضرتك، انا عايز اتكلم معاكي. طب حاجه ساقعه ولا عصير يا حنان؟ لا 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 بلاش، انا عايز حنان تبقى موجوده وانا بتكلم مع حضرتك. اتفضل انا سامعاك. انا جاي اتقدم لحنان، بطلب ايديها منك. هو ده خالد اللي كلمتيني عنه؟ وحضرتك بتشتغل ايه بقى؟ انا ما حنان عارفه انا معاها في الشغل. في الشغل؟ يعني بتعرض ازياء زيها برضو؟ لا يا فندم، انا بشتغل مصور فوتوغرافيا. ودي شغلتك اللي بتاكل منها عيش؟ اه، وبكسب كويس قوي. انت عندك استوديو ولا ارزقي؟ انا كل اللي اقدر اقوله لحضرتك ان حنان وهي معايا مش هتحتاج ابدا، عمري ما هخليها تعيش محرومه من حاجه حتى لو هحرم نفسي. انت عارف والد حنان ومامتها مستواهم عامل ازاي؟ عارف يا فندم، بس اعرف كمان ان حنان عايشه مع حضرتك مش معاها. يعني المستوى العالي اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده هما اللي عايشين فيه بس، مش حد تاني. اما حنان فمحرومه من العز والفخفخه اللي هما عايشين فيها ده، مش كده؟ دي لو مامت حنان عرفت ان انا وافقت على خطوبتها من المصور ممكن تقطعني العمر كله. ما تاخذنيش يا ابني، المستوى غير المستوى. ثم ان اللي جاي يخطب ده مش يجيب معاه حد من اهله؟ اهلك فين؟ خالته. خلي حكايه الاهل دي بعدين. ابويا وامي ماتوا. ما عندكش عم خال اخ كبير؟ عندي، بس ظروفهم السامحة انهم يجوا معايا دلوقتي. ادينا مستنين لما ظروفهم تسمح. اهلا وسهلا بيكم. بس انا عايز حضرتك توعديني ان حنان تبقى لي انا. يا ابني انا ما اقدرش اوعدك، القرار مش في ايدي، في ايد والدها ووالدتها، هما اللي عندهم القرار. لا يا فندم، القرار في ايد حنان مش في ايد حد تاني، زي ما قرار جوازي منها في ايدي مش في ايد غيري. هي اهلها تخلوا عنها، راحوا يستمتعوا بحياتهم في حتة تانية وسابوها هنا. انا مش فارق عنها كتير، يعني احنا الاتنين ضحية لناس تانية جابونا للحياة وسابونا فيها، رمونا على الاسفلت في شارع زحمة، الناس تعدي تبص علينا ومحدش بياخد بايدينا. بيقول علينا مظلومين، لكن محدش بيفكر يواسينا.
بس اوعد حضرتك يا هنم اني لما اتقدم لحنان المره اللي جايه هبقى اقوى من كده، وهبقى بشكل مختلف، مش هبقى مجرد مصور ارزقي زي ما حضرتك بتقولي. هقول لحضرتك مين يبقى خالد الجندي، ابن مين وثروته ايه. ياه، انت باين عليك اسير كتير قوي في الغربه يا امجد. كتير كنت بحس ان اللي حصل لي في الغربه وهنا كمان كل ده بسبب اني مشيت ووالدي غضبان عليا. انا كنت قاسي معاه قوي. امجد، ممكن اسالك سؤال؟ اتفضلي. وانت لسه ما سامحتش ماما؟ تعرفي انا كنت جايب لك معايا لعبه، كنت مفكرك لسه صغيره زي ما سبتك زمان. لعبه؟ عروسه صغيره. عروسه؟ أنا مش عاوزاك تجاوب على سؤال نرمين دلوقتي، سيب الإجابة للأيام. بس أنا زي ما وعدتك، كل حاجة هنا بتاعتك. أنا خلاص قررت أشتغل في المحاماة وهبدأ حياتي من جديد. أنت بقى اعتبرني أنا ونرمين ضيوف عليك. هي دي؟ دي كانت هديتي ليكي. ممكن تناوليني فنجان الشاي ولا هتسيبيني اتفرج عليه؟ سلمي. الو، ازيك يا مدام دولت؟ فاكره صوتي؟ ليك وحشه من ايام سيدي عبد الرحمن. كانت ايام، الله لا يرجعها تاني. ازاي؟ هي الدكتوره ما بلغتكيش؟ بلغتني بايه؟ بالمبلغ المطلوب منك، مبلغ صغير كده انت وبقيه الشله. لا 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 لا، انسى انسى خالص الحكايه دي. اوعى تتصور إن في حد مننا ممكن يخاف منك، إنك تمسك عليه نقطة ضعف. خلاص يا بابا، الكنز اللي كان مفتوح لك بابه اتقفل خلاص. Thank you.
انت جاي هنا تعمل ايه؟ عاوز ايه؟ امشي اطلع بره. بقول لك امشي اطلع بره. اطلع بره من بيتي؟ ده مش بيتك ومالكش اي حاجه فيه. كل اللي حضرتك عايشه فيه ده من حقي انا. مالكش اي حقوق عندي. ثم انت اللي طفشت، حد قالك امشي؟ اهو واديني رجعت. حرامي ومجرم. انت نسيت اللي عملته في بنتي؟ بنتك دي تبقى اختي وابويا يبقى ابوها. هي ليها نص ميراثي وانت ليك التمن، والباقي ده كله ملكي انا. تمن ايه ونص ايه؟ ثم بنتي دي عمرها ما هتبقى اختك. انت عارف انت ابن مين؟ انت ابن الخياطه بتاعتي. فاهم؟ الخياطه بتاعتي اللي كانت بتفصل لي فساتيني وتاخد اجرتها، وفي الاخر ارملها 5 جنيه بقشيش. بقول لك امشي اطلع بره، انا مش عايزه مجرمين هنا في بيتي. اذا كنت انا مجرم فالحال من بعضه. انت كمان اكلتي كل حقوقي وظلمتي امي. الناس كلها لازم تعرف ان ابويا فضل عليك الخياطه يا هانم. على فكره الوقت خلاص جه عشان تندمي على كل اللي عملتيه فيا وفي امي. قلقتني يا خالد، في ايه؟ طب اقعدي الاول. انت دايما قلقانه كده؟ ما انا ما عنديش حد تاني قلق عليه. انا عايز منك خدمه صغيره وما تقوليش لا، مش عايز اي اعتراضات. الموضوع كده في حاجه مريبه. انا لو همك صحيح مش هترفضي، اما بقى لو رفضتي فاعتبري القعده دي اخر مره تشوفي وشي فيها. خالد ما تقلقيش يا حبيبي، أنا مش ممكن أعرضك لأي خطر. مسألة إن أنا أرجع لحسان السعدي وممدوح فرحات، رجع لهم حقهم من غير ما أقول لهم إن أنا تالي، دي معادلة صعبة أوي. طب اسمعها الأول بس يا رفعت. تحت أمرك. بالنسبة لحسان السعدي وحسب كلامك ما بقاش بيملك حاجة غير بيته دلوقتي، صح؟ ايوه مظبوط. طب ايه رايك لو عرضت انك انت تشتري بيته بتمن كبير قوي، يعني ضعف تمنه مثلا، وتقول له ان ده بحكم الصداقه اللي بينكم وانك عايز تساعده ان هو يخرج من الازمه اللي هو فيها. اكيد هيعتبر ان ده عمل نبيل وهيشيله لك جميل طول العمر. التمن اللي هتحدده لبيته هتديله نصه، وتقول له انك انت النص التاني هتدخله بيه شريك في المشروع الاسكاني بتاعك، وبكده يبقى شريكك في المشروع زي ما كان متخطط من الاول. ثانيا بالنسبه لممدوح فرحات، انت بعد ما اشتريت منه الفيلا دي بقى عندك فرصة ذهبية ان انت ترجع له حاجته من غير ما يحس ان انت ليك دخل بسرقة. ليه هي الفرصة الذهبية؟ الشجرة. انت ممكن تقول انك لقيت المجوهرات متعلقة على اعلى فرع في الشجرة، كأنه اللي سرقها ملحقش يهرب بيها فسابها في الشجرة. ويا ترى دي فكرة ممكن تدخل دماغه؟ اه طبعا. طبيعي ان انت لما هتشتري فيلا هتغير فيها حاجات، هتجدد فيها حاجات، هتجيب جنايني يوضب لك الجنينة، يقلم لك الشجر، كأنه جنايني هو اللي لقى المجوهرات دي محطوطة في كيس مثلا. وده هيبقى دليل قوي جدا ان ناهد ملهاش دعوة بالموضوع، وكده تقدر ترجع لجوزها. شاهيناز
تفتكر ان انا فعلا اتعالجت؟